سلام فما فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير، الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هل سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله في هذه الأمسية المباركة صاحب الفضيلة، صاحبا الفضيلة، شيخنا أستاذنا الدكتور محمد بن المشنان، وشيخنا أستاذنا وبركتنا الشيخ عمر محجوبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبهما. شيخنا محمد بن مرحبا بك. أهلا سيدي أحمد، مرحبا بك يا سيدي. ربي يحفظك ويبارك فيك. شيخنا عمر مرحبا بك. الله يحفظك إن شاء الله. الله يبارك فيك. يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. بوركت. الله ينورك. قال عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شيخ نعمة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستاذ أحمد، أستاذ مشنان، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المولى عز وجل يقول كما تلا علينا الأستاذ أحمد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالبلاء من أجل إحسان العمل، وإحسان العمل ما من شك بأنه يوصلنا إلى الجنة بإذن الله عز وجل. وكثيرون من الناس يعتقدون بأن البلاء إنما يكون في وجهه الذي قد يكون عقوبة، ولكن البلاء قد يكون نوعا من الاصطفاء. فإن المولى عز وجل يبتلي الأنبياء، ابتلى سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام فسجن وبيع ووقع له ما وقع. ولذلك فإن المولى سبحانه وتعالى لأنه يحب أنبياءه فإنه يبتليهم، وابتلى سيدنا إبراهيم بأن يؤمر باعتبار أنه أمر بأن يذبح ولده، وأنتم تعلمون أن هذا الأمر فعل عظيم جدا ولا يمكن أن يفعله إلا من أسلم وجهه لله عز وجل وأسلم. ومع ذلك كانت النتيجة أن المولى عز وجل فداه بذبح عظيم. وابتلى سيدنا موسى بما ابتلاه، وابتلى سيدنا أيوب بما ابتلاه. وإننا عندما ندرس تاريخ الأنبياء فإننا نجد بأن المولى عز وجل يبتلي أحب الخلق إليه، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه النبي الذي دفن عليه الصلاة والسلام 6 من أبنائه بيديه الشريفتين وهو على قيد الحياة. ولذلك لا نتكلم عن أحد أو نتكلم عن بدر، لا نتكلم عنه عندما ذبح، عندما قتل عمه حمزة وعاد إلى المدينة المنورة محزونا، وعندما رأى على أبواب كل بيت مجموعة من النساء يبكين، قال: ولكن حمزة لا بواكي له. وسعد بن معاذ أعتقد، لأنه كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى أهله وطلب منهم أن يذهبوا إلى بيت النبي عليه، إلى بيت حمزة، ليصنعوا فيه قل إذا شئت عزاء. وهذه طبيعة البشر.
فعندما جاء هذا الصحابي الجليل بأهله قال ما أردت ذلك، وإنما هي كلمة خرجت باعتبار أنه بشر يشعر بما يشعر به كل الناس. ولذلكم إذا تكلمنا عن البلاء فإنه نوع من يعني المنحة التي يعطيها المولى عز وجل لأحب الخلق إليه، لأن جزاءهم ما من شك بأنه في أعلى، بأن جزاءهم ما من شك بأنهم يكونون في المقامات العليا. وقد يبتلي المولى عز وجل خلقه أو الذين يصلون والذين يصومون والذين يزكون، يبتليهم من أجل أن يرفع مقاماتهم. فإن المولى عز وجل في كثير من الأحيان إذا أحب العبد ربما ابتلاه لأنه يريد أن يرفع من أن يرفع مقامه. وبالتالي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحبكم إلى الله عز وجل أكثركم بلاء ثم الأنبياء، أشدكم بلاء ثم الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل حديث بهذا المعنى. ولذلك المولى عز وجل ابتلى الأنبياء لأنه يريد أن يصطفيهم ويعلي مقاماتهم، ثم يبتلي بعد ذلك من شاء من عباده الصالحين من أجل، هو لا يريد لهم أن يكونوا في الجنة فقط، وإنما يريد لهم أن يكونوا في أعلى مقامات الجنة. ثم بعد ذلك قد يكون الإنسان مسرفا على نفسه ولكن المولى عز وجل يحبه، قد يقترف بعض المعاصي، وبالتالي فإن المولى عز وجل يبتليه لأنه لا يريده أن يكون من أهل الجنة، أو لا يريد أن يكون، أستغفر الله، لا يريد أن يكون من أهل النار، وإنما لأن الله عز وجل أحبه قد يكون وقع في بعض المخالفات. ولذلكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الشريف يعني يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإنك إذا وجدت بأن المولى عز وجل يبادر لك البلاء في الدنيا فاعلم أن المولى عز وجل يحبك لأنه لا يريد أن يلقاك وعليك شيء من الذنوب. ولقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن بقي من بعض ذنوبه شيئا شدد عليه سكرات الموت حتى يلقاه كيوم ولدته أمه. بعض الخلق لا يبتليهم، يقعون في المعاصي صباح مساء، ولكنهم يعني ربما يصدق فيهم قول المولى عز وجل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فإذا ما كانوا في الآخرة لم يجدوا لهم يعني بلاء أو مقاما يرتفعون به إلى أعلى أو عملا يرتفعون به إلى أعلى المقامات. وهذا ما من شك لا يقع على من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما يقع لمن ماتوا على غير الإسلام والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمولى عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا وجدت بلاء من أي نوع كان عليك أن تعلم بأن هذا البلاء من الله عز وجل، هو يريد أن يقربك ويريد أن يدخلك الجنة. وإياك أن تكون من الذين قال فيهم المولى عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ولذلك نسأله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من البلاء، وإذا ابتلانا نسأله عز وجل أن يرفع به مقاماتنا غدا يوم القيامة، والله أعلم. أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا شيخ عمار محجوبي على ما تفضلت به. أوقفتنا على مقام قوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير،
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. هذه المعاني بإذن الله سنعيدها عليكم تعميما للفائدة باللغة الأمازيغية في ختام هذا اللقاء المبارك مع صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد ويدين مشنان. اللحظة وعلى بركة الله نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات في برنامجكم هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. ها هو شيخنا الشيخ محمد المشنان والشيخ عمر في خدمتكم في هذه السانحة المباشرة على التلفزيون الجزائري، السانحة التي تسمح لنا بأن نتواصل مع السادة المشاهدين على بركة الله. سي عبد القادر من تيسمسيلة المفتتح، مرحبا بناس لون شريس. عمي عبد القادر مرحبا. السلام عليكم. تفضل عمي عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي واحد السؤال هنا، عندي واحدة طفلة في طاحت في رمضان معوقة وانقرضت راها ما صامتش شهر كامل. طيب خليني برك عمي عبد القادر أكاد أسمع، لكن معليش إذا تفضلتم الصوت داخل الاستوديو حتى يكون أوضح ويكون أقوى. سيد أحمد لو سمحتم، الصوت شيئا ما ضعيف وأكاد أسمعه من بعيد، فقط تفحص الصوت داخل الاستوديو سامحونا، لأنه عبد القادر سأل أنه أخته ربما طاحت سقطت في شهر رمضان وهي معوقة أيضا، لا أدري إن كانت معوقة أصلا أم فلم تصم. هكا عمي عبد القادر؟ نعم. ايوه تفضل هكذا راني نسمعك. طاحت في رمضان، هي في الاصل معوقه ولا تعوقت بعد السقوط؟ لا هي من قبل كانت معوقه وفرحة اللي معوقه منه مسكينه انقرضت من عين المساطه راها ضروره ما تتحول زياع. الله يشفيها ان شاء الله، الله يشفيها. دوك تسال على رمضان السابق. على رمضان واه راني نسال فيها على رمضان واه. ايوه يعني فتراته كامل. كليته كامل. ها ما نجمتش الان ضوك ما نجمتش. ان شاء الله. يعني عامين؟ لا لا عام برك، العام هذا اللي فات. ايوه ان شاء الله، ما حكم ذلك. سؤالك الثاني عمي عبد القادر؟ لا لا ما عنديش. مرحبا بك. ايوه صح. الله يهنيك يعطيك الصحه، مرحبا بك وبناس تيسمسيلت. اخت ناديه من قسنطينه. أخت نادية من قسنطينة، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. أخت نادية مرحبا بك. وعليكم السلام. تفضلي أخت نادية. سلامي الحار لشيوخي الكرام. الله يبارك فيك وهنيك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أليس لي دعاء أن يدعو لي، عندي لي أمر. لأمر أريد أمر أتمنى يعني أطلب من الشيخ دعاء لي ليوفقني الله فيه. أمر ييسره الله إن شاء الله. أيوة يا رب. والنشير وشكرا إن شاء الله ربي يلطف بينا وبيك سيدة نادية وربي يشفيك إن شاء الله. تحية لك والناس قسنطينة جميعا. من البويرة؟ أيوة سي عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا عمي، تفضل عمر. السلام عليكم. سلام ورحمة الله سي عمر. عندي سؤال. تفضل. عندنا بندقية تاع المرحوم الحاج الله يرحمه. أيوه. مات ومات الوالدة. أيوه. وماتت أخت ما عندهاش أطفال. ايوه. وبقي مننا من الاسره ثلاث اخوه اخت، ورانا استرجعنا السلاح نتاعو مؤخرا، كيف يكون قسمه هذه الاخت اللي ماتت وما خلاتش اولاد مع الزوج نتاعها حسب الشرع؟ هذا توفوا قبل الوالد ولا بعده؟ ها؟ توفوا بعد الوالد. توفيت بعد الوالد. ايوه واضح. وصلت بعد الوالد وبعد الوالده. شيخنا واضح.
خلات زوجا، هذه اختك الاخت هذه خلات زوج، خلات زوج برد، واخوه، ثلاث اخوه واخت. نعم واضح ان شاء الله. سؤال ثاني. مرحبا سي عمر، مرحبا بك. من بويرة الى اين؟ الله يبارك، مرحبا بالبويرة دوما. اختنا ام هديل من بويرة. ام هديل، ام هديل من بويرة، لا بأس. هل سألوا عبر الخميسة؟ طيب. آه الله يبارك فيك، شكرا. قسنطينة الأخت عائشة. نعم. مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. نحوس نسقسي شيوخنا الكرام. معليش تتفضلي علينا أخت عائشة، انقاص جهاز التلفزيون حتى نسمعك جيدا. بنات حوسون حول العمر ورايحين مع وكالة، ما معناش المحرم، ما رايحين. ثم هل جائزة العمر سنة ولا فيها؟ واضح. شكرا. هل تجوز العمر ان شاء الله سيدة عائشة؟ ايوه ناس بويرة. سيدة ام هديل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم لا تسمع في يا خويا، أنا أم هديل من البيرة، نطرح عليك سؤال. مرحبا. عيشك خويا وحدة كبيرة طلبت عندها مبلغ من المال. أيوة. الحق النصاب وحبت تخرجوا، بس عندها ولادها ضعاف ما يقدروش، وعندها وحدة لا تقدر تمدوا هذاك النصاب لولادها، وعندها طفلة هما في الحقيقة متزوجين وماشي كيما حنا نقولوا ماشي لحقنا روح فيهم، وهي ثاني ماشي لحقه روحها. برك كي تزوجت ولادها مسكينه حبت تنام بقى تروح تشوف بيت ربي، هذا ما كان. وعندها بنتها كيما يقولوا مريضه، حبت تمد هذاك النصاب لبنتها باش تشري به الدواء، وهذاك النصاب مازال له 15 يوم باين حق، ولا تقدر خويا ولا تسمع فيا تقدر تخرجوا قبل الوقت تاعو. ايوه تسبيق الزكاة، تسبيق الزكاة. عندك سؤال تاني أم هديل؟ طيب ربي يبارك فيك سيدة أم هديل. العاصمة سيدة أم شعيب. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام على شيوخنا، الله يحفظهم ويطول في أعمارهم إن شاء الله. الله يبارك فيك سيدة أم شعيب، مرحبا. أيوة أستاذ محجوبي بك باش نسقسي، عندي ديما خوف. أيوة. عندي ديما الخوف، نصلي قيام لي ديما نخاف من ربي سبحانه. الله يعطينا معتك. أيوة. إيه نخاف ديما، نصلي قيام لي، نصلي الحمد لله صلاتي ذكري، وعندي أولاد يعني الزوجة يعني، ما عرفتش على الخوف هذا أسكو مع حبيت نفهم الخوف هذا على وجيني. إن شاء الله ربي يطمئن قلبك إن شاء الله. سؤال آخر معليش. أكيد تفضلي، هذا فضائكم سيدة أم شعيب. شكرا، بارك الله فيك، ربي يحفظكم. عندي وليدي الكبير شوية ادعوا لي عليه شوية، متعبني. المهم ما تزعف. المهم هذا ابتلاء شيخ، ربي يحفظكم. مزعفك إن شاء الله خير إن شاء الله. ربي يحفظك، متعبني شوية، متعبني إن شاء الله. المهم خلي الرضا بينك وبينه. لا لا الحمد لله، ندعي له ديما، ندعي له الحمد. أيوة. لله. ايوه ادعي له وخلي شويه رضا وربي ان شاء الله. لا لا عارف روحه ديما يطلب يقول لي سمحي لي امي. ايوه ان شاء الله ربي يهديه. اسكو هذا راه في ابتلاء، ادعوا لنا لي ربي يحفظكم، ادعوا لنا ان شاء الله سيده ام شعيب. ان شاء الله يا رب. ربي يحفظكم، ربي ان شاء الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله سيده ام شعيب. شكرا شكرا. تحياتي لك وناس العاصمه جميعا. ايوه الله. الله يبارك. الله يبقى. إلى عاصمة الشرق. سطيف. السلام عليكم. مرحبا سيدة أم أمين. سيدة أم أمين مرحبا. عندي سؤال حبيت نطرحه عليكم. أيوة تفضلي. عندي أختي دارت النذر. أيوة. ودوك حبيت تسقسي أسكو النذر هذا كي دارت واش به؟
تذبح كيف نذر تدير كبش، تذبح كبش كون يعطيوها الباطيمة تذبح كبش. وبقى حبة تسقسي أتذبح تذبح كبش تطيبوا في دارها ولا تخرجوا طيبوا تخرجوا للجامع. هي الآن استفادت من السكن؟ هي قال معليش سيدة أم أمين، قالت إذا أعطوني سكنة نذبح كبش هكذا دو النذر نذر. هاي طيب هي بقى حبت تخرجوا طيبوا في دارها وتوكل تخرج الصدقة ولا تخرجها طول الجامعة ولا كيف تدير ولا تخرجها دراهم. واضح هذا هو السؤال خويا. مرحبا سيدة أم أمين الله يبارك فيك. مرحبا بك سيدة أم أمين عاصمة الهضاب سطيف الله يبارك فيك شكرا جزيلا. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. بارك الله فيكم وفي ثقتكم ووفق الله شيوخنا الأفاضل يعلموننا مما تطرحون من أسئلة وعلى بركة الله شيخنا محمد يدير. نفتتح هذا اللقاء بتسمسيلة ومنه سي عبد القادر يقول الأخت نتاعو عندها إعاقة وطاحت وأصبحت عاجزة على الحركة وما صامتش رمضان السابق ويعني ما ناش بعد على رمضان اللاحق وش تدير؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية طيبة لكل من يرافقنا ونرافقه الله في هذا الفضاء، وأخص بتحية شيخنا أستاذنا سيدي عمار الله يبارك فيك راه تاج راسنا ورانا نتشرف بالوجود والحضور معه. ربي ينفع به ويديم به النفع، هو ديما كان يديم به النفع والفضل والخير إن شاء الله. يا رب يا رب تواضعا منكم. العفو يا سيدي العفو العفو نعم. الله يبارك فيكم سيدي عمار الله يبارك فيكم. إذن هذه ربي أولا دعو لها بالشفاء أمين ومرضانا الجميع. وإذا كانت مريضة ما تقدرش تصوم ما تصومش لأنه ربي أعطى لها الترخيص. أيوة. ثم إذا شفيت من هذاك المرض وهذا الذي نرجوه واللي تقدر تصوم تقضي. وربي عز وجل قال فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. أيوة. يعني المريض الذي عجز عن الصيام فأفطر ثم شفي بعد ذلك هذا واش يدير؟ يقضي. نعم. لو كان فرض واحد لا كان مريض ولا قدر الله استمر المرض تاعه ومازال في نفس الوضعية ومرض مزمن ما يقدرش يقضي هذا أيضا ما يقضيش. واش يترتب عليه من باب الاستحباب ماشي من باب الوجوب ترتب عليه الفدية. وربي اللي قال هذا الكلام قال ربي عز وجل وعلى الذين يطيقونه يعني إذا صاموا يصوموه ببذل طاقة كبيرة جدا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين يطعموا مسكينا عن كل يوم. فهذه إذا كان حتى الآن ماش قادرة خلاص ما تصومش. ثم إذا كانت هي ترجو الشفاء وهذا أيضا وهذا وإحنا أيضا نرجو إن شاء الله فإن شاء الله لما تبرى تقضي. إذا قدر الله أخرى كما قال سيدي عمار الابتلاء هذا من الابتلاء فتفدي وخلاص وربي عز وجل يتقبل منها صيامها السابق ويتقبل منها فديتها إذا كان قدر لها أنها ما تقدرش تصوم وتفدي سواء في رمضان اللي فات أو حتى رمضان هذا اللي راهو جاي. والله يتولانا جميعا إن شاء الله. آمين الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك. شيخنا عمار في قسنطينة أختنا نادية تطلب منكم الدعاء في أمر ييسره الله لها. نسأل الله عز وجل أن يبلغ أختنا نادية وأن يبلغ جميع المستمعين وأن يبلغ جميع المؤمنين إن شاء الله أمانيهم في الخير. نسأل عز وجل أن يشفيها وأن يرفع عنا وعنها الغم. ونقول لك لا تحزني فإن المولى عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه. وبالتالي لقد اتصلت بنا الأخت الكريمة عدة مرات وذكرت أنها مبتلات. لا تيأسي فإن أحب الخلق على الإطلاق ابتلوا وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني
قبل وفاته كان يقول: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، على قدر جلالته وعلى قدر مكانته عند المولى عز وجل. إلا أنه ابتلي، وأنت عندما تبتلين فأنت محظوظة. نسأل الله عز وجل أن يطمئننا ويطمئنك ويجزل لنا ولك الأجر والمثوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا عمار. شيخنا محمد يدير، أخونا عمر من بويرة عنده بندقية المرحوم، وقد أشار أنه مات وترك الوالدة وأخت غير متزوجة، ومن بعد توفيت الأخت غير المتزوجة، وبقي حتى الوالدة توفيت بقي ثلاث أخوات وأخت، واسترجعنا السلاح وقيمته إلى غير ذلك. كيف يتصرف عمر في التاريخ؟ هذه تدخل في ضمن أحكام المواريث. نعم. وهذه يسميها المناسخة. معنى المناسخة بمعنى كل ما يموت واحد تنسخ القضية اللي قبلها، ومع ذلك الجيل اللي مراه. فهذا الوالد هو اللي توفي رحمه الله، خلى زوجته اللي هي أمهم، وخلى هذه البنت اللي توفات أختهم، وخلى بقية الإخوة والأخوات. توفي وش معنى؟ معناها لما توفي هذو كامل يورثوه، بما في ذلك الأم والأخت هذيك اللي توفوا من بعد. فنحسبوا في التركة أنه الأم دات ثمن تاعها، وأن الأخت دات مع خاوتها وخواتها نصيبها، وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إذا هذيك البندقية وقيمتها، وإذا خلت أموال أخرى ثمن نعطيوه للزوجة اللي هي زوجته، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، بما فيهم بمن فيهم هذيك اللي توفت بعده. ثم توفيت الأم اللي هي الزوجة اللي هي أم هؤلاء الإخوة والأخوات، نصيبها يزيد يتقسم بين الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا نقدروا نقولوا باش ما نعقدوش الأمور، أنه نعتبره كأنه لما توفي الأب رحمه الله كأن الأم هذيك كأن زوجته ما كانش موجودة، حسابيا فقط، حسابيا، لأنه نصيبه هو راح ينتقل للآخرين لأولادها للذكر مثل حظ الأنثى. بمعنى العملية الحسابية ما حاش تغير تماما، ولهذا نعتبره كأنه الأب هذاك توفي وخلى غير الأولاد والبنات، فتقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن النصيب تاع الأخت أيضا قال بلي ما عندهاش الأولاد ولكن عندها زوج، النصيب تاعها كي نقدروه الأخت غير اللي توفت من بعد أبيها، ما عندهاش أولاد لكن متزوجة، عندها زوج. نعم عندها زوج، عندها زوج هكذا قال. ما دام عندها زوج، لو كان ما عندها زوج نقولوا بلي كأنه الأب توفى غير على البقية هذيك، ولكن ما دام عندها زوج هذاك النصيب تاعها الذي ينالها يولي ربع منه، عفوا نصفه لأنه ما عندهاش الأولاد، نصفه يديه الزوج، والباقي من حقها النصف الآخر من حقها يزيد يقسم على خاوتها وخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الخلاصة واش ديروا؟ الشيء اللي خلاه باباكم تقسموه بيناتكم، وتحسبوا هذيك الأخت اللي توفات تحسبوها لما يتبين لها حقها هي، الآن خلاص ثبت لها، الآن هذاك حقها يزيد يقسم على اثنين، نصف لزوجها والنصف الآخر زيدوا تقسموه أنتم أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلى وأعلى. الله يبارك فيك، الله يهنيك، يبارك فيك إن شاء الله. شيخنا عمار، السيدة أختنا عائشة من قسنطينة تقول: ثمة بنات يريدن العمرة، لا أدري بنات أو نساء، ولكن بنات يريدن العمرة بلا محرم، ونريد الذهاب مع الوكالة، هل تجوز هذه العمرة؟ هو الأصل أنه هذا الأمر وارد في السنة، أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أو أعتقد 3 أيام أو ما إلى ذلك. لكن
وسائل السفر الآن، وسائل السفر الآن اختصرت المسافات، فإن السفر يعني ربما إلى الصين أو إلى أندونيسيا أو إلى اليابان قد يستغرق 10 ساعات أو 12 ساعة وأقل من ذلك أو أكثر، وبالتالي فإن الزمن الذي جعل علة للمنع أصبح يكاد يكون منعدما، لأنه لم يرد أنه لا يحل لامرأة أن تسافر هكذا فقط، وإن لمسافة معينة لا يمكنها أن تسافرها، وبالتالي عامل المدة يعني غير موجود. فإذا أضفنا إلى ذلك أن غالب عمليات السفر ليست كأيام زمان، بحيث تسافر المرأة لوحدها في الطريق ولعلها تركب طعينتها أو ما إلى ذلك، وإنما السفر الآن أصبح طائرة أو أصبح حافلة فيها 40 أو 50 أو 100 أو أكثر من ذلك أو أقل. فإذا اعتبرنا بأن الزمن غير موجود ولا يمكن أن يتحقق في أغلب الرحلات، وأن المرأة لم تسافر وحدها وإنما سافرت مع رفقة مأمونة، فالظاهر أنه يمكن كنا الذهاب لأداء العمرة، والله أعلم. الله يبارك فيك شيخنا عمار وأحسن الله إليك. هذا إجابة على سيدة عائشة من قسنطينة. شيخنا محمد يدير، سيدة أم هديل مبويرة، امرأة كبيرة عندها مبلغ من النصاب وأولادها، تقول السائلة أولادها متزوجين ومستقلين لكن ماشي لاحقين، ولديها ابنة مريضة تريد أن تعطيها من الزكاة لشراء الدواء، وتقول هي نفسها ماشي لاحقة ولكن عندها ذمة مالية وصلت للزكاة، هل يمكن أن تقدم إخراج الزكاة قبل 15 يوم وقد توفرت لديها؟ نعم، هما كان سؤالان. السؤال الأول، هل يصح أنها تعطي الزكاة لأولادها؟ أيوة. والسؤال الثاني هو، هل يصح لها أن تقدم الزكاة وقد بقي على الحول 15 يوم؟ نعم. وإحنا نقولها في كلتا الحالتين نعم يجوز ذلك، لأنه ما دام أولادها فقراء، بل حتى هي كذلك، لأنه أي تقول بأنه ادخرت تريد الحج، ولكن بقى المال لأنه ربما ما لم يتح لها ذلك، ولكن ما دام بلغ النصاب ودار عليه الحول فتزكي، وما نقص مال من صدقة، بمعنى هذه الصدقة تزيد في المال وما تنقصش في المال، معليش تعطيه لأولادها معليش. وحينئذ إن شاء الله يكون عندها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، فيولي هذا صدقة زكاة وصيلة، وتفرح وليداتها وتفرح هي أيضا، لأن وليداتها فرحوا فلا بأس إن شاء الله، لأنه ربي قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين وبقية الأصناف، وهؤلاء فقراء، إذن خلاص تعطي لهم. هل يجوز تقديم ذلك؟ نعم يجوز تقديم ذلك، هذا باتفاق، حتى في المذهب اللي ما يصحش تقديم الزكاة كثيرا، ولكن بنحو الشهر وحتى الشهرين ما فيش حرج، يعني ما قرب الشيء أخذ حكمه، أخذ حكمه. نعم، ولهذا فلا بأس إن شاء الله، وربي يبارك لها إن شاء الله، إن شاء الله صدق على وليداتها وتزيد تحج إن شاء الله، هكذا يعني. أمين يا رب العالمين، ولكن بشرط. أيوة، تعطينا دعوة الخير إن شاء الله. نعم. الله يبارك فيك شيخ جديد، ربي يحفظك ويبارك. شيخنا عمار، سيدة أم شعيب من العاصمة، تقول أن لديها خوفا دائما من الله سبحانه وتعالى، الله في صلاة في ذكر، هي متزوجة ولديها أولاد، لكن هذا الخوف يسكنها، فهل هذا خوف طبيعي؟ المولى عز وجل يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. استشعري بأن المولى عز وجل غير غافل عنك، ولا يمكن أن يغفل عنك إطلاقا، في سرك، في علانيتك، في صحوك، في نومك، في خلوتك، في وجودك مع الناس، إن الله عز وجل معك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما
وقع لسيدنا أبي بكر في الهجرة قال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابع إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا وهو سادسهم، وبالتالي إنك لست وحدك حتى تخافي، وإنما إن المولى عز وجل معك، وما من شك بأن المولى عز وجل أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أهلينا. ولذلك حاولي بقدر الاستطاعة كما ذكرت أنك تكثرين من الذكر ومن قراءة القرآن الكريم، فأنت عندك أنيس لا يمكن أن يفارقك إطلاقا. ثقي بأن ما يخيفك يعني من أي مخلوق، يعني من أي نوع من المخلوقات، فإنه يعني يعتريه ما يعتري المخلوقات. أما الذي لا يمكن أن يغيب عنك إطلاقا فهو المولى سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنك هذا الخوف. أمين. وما من شك بأنك عندما تكثرين القرآن الكريم وتكثرين من قول الله عز وجل آمنت بالله، فإنه سوف يذهب عنك هذا الخوف بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا عمار، والولد الكبير اللي مزعفها شوية، وهل هذا شيء من الابتلاء؟ وكما سمعنا شيخنا يعني رغم كل شيء يطلب السماح، فبما تنصح أختنا الحاجة أم شعيب؟ أنصحك يعني ننصح أختنا الكريمة بأن تكثر من الدعاء لهذا الولد، وبالتالي حاولي أن تكثري له الدعاء، فإن دعوة الأم ليس بينها وبين الله حجاب. ولعله في يعني حالات غضبه أو في حالات ضعفه إن صح التعبير يقع منه ما يقع، ولكنك تقولين إنه سرعان ما يعود إليك ويطلب العفو. نسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا ويرزقك سعة البال. أمين. وأن يرزقنا ويرزقك أن نكون من الذين يعفون عن الناس جميعا. هذا ولدك، أكثري له من الدعاء وسيقر المولى عز وجل به عينيك بإذن الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك شيخنا عمار وأحسن الله إليك. أجبنا السيدة أم شعيب، سيد أحمد من العاصمة، وإلى سطيف سيدة أم أمين. سيد أحمد نجيب سيدة أم أمين. يقول أختي شيخنا محمد يدير نذرت أنها تريد أن تذبح كبشا عند إعطائها عند استفادتها من السكن، فكان والحمد لله. الآن هل تذبحه أم تسلم ثمنه للفقراء، أم تذبحه وتطبخه ليستفيد منه الناس، أم أنها تكتفي بأن تدفع به للمسجد وهذا يكفي؟ سبحان الله، حاضر المسجد في نذور الناس وأملاك الناس وصدقاته. إذا كان سمحت برك نعاونك شوية في التنشيط. لا عاوني أختنا من قسنطينة سألت قالت لك أنا ولكن في سياقة، قالت كان نخاف ربي، يعني قالت لك معني كذا نصلي كذا، ولكن عندها خوف من الله. أم شعيب من العاصمة. هاي نعم. نزيد نسمع سيدنا، يعني هاي تخاف من ربي، وش نقول لها يا سيدي؟ نقول لها هنيئا لك وأكثر لنا من الدعاء إن شاء الله رب العالمين. الله يجزيك خير. يعني هذا خوف مليح هذا سيدي. ما شاء الله. هذا مكان. الله يبارك فيك. نعم. إذن أختنا الكريمة نذرت. أيوة. قالت إذا كان ربي يفتح لي بسكن فنذبح كبش. أولا هذا النوع من النذر الفقهاء رحمهم الله يقولوا لو أن الإنسان ما يديروش أفضل. أيوة. النذر المطلق أحسن بدون يعني بدون سبب، هكذا الإنسان ينذر باش يدرب روحه فقط، ولكن إذا كان در الإنسان فيجب أن يفي به. أيوة. يجب، وربي عز وجل هو اللي قالنا في القرآن الكريم وليوفوا نذوره. وليوفوا بمعنى هذا لام الأمر، وليوفوا إذن معناه واجب الوفاء بالنذر.
تفي بالنذر كما نذرت. يعني ما قالش نتصدق بقيمة كبش، كان قالت نتصدق بقيمة كبش تتصدق بقيمة كبش، أو قالت أنا نذبح كبش أو نتصدق بقيمته، راهي الاختيار. ولكن هذه واش قالت؟ قالت نذبح، تذبح. ما قالتش أنا نطيبه ولا ما نطيبوش. إذن أيضا راهي في ذي الساعة الآن، لو كان قالت أنا نذبح كبش ونطيبه وندعي الناس، هاي واللي تدير كيما قالت. الآن هذه واش تدير؟ تذبح، ما تشريش اللحم، لا تذبح. تقدر تكلف غيرها، بمعنى كبش وكذا تكلف واحد يذبح لها. إذا ما تعش تذبح تقدر تروح عند الجزار اللي يبيع الكباش تقول له كبش وذبحه لي على نيتها، معليش، ويقسمه لها، معليش. ثم هي بعد ذلك توزع، تصدق به، تصدق تهدي منه، لأنه قالت تقدر تجمع بين الصدقة وبين الهبة، فلا بأس إن شاء الله إن شاء الله ربي. وتقدر تعرض الناس مثلا يأكلوا من الكبش هذا؟ إذا كان هذا في نيتها لا بأس إن شاء الله إن شاء الله. ربي يسقم نيتنا إن شاء الله. نعم، ويرزقنا الخير إن شاء الله. بارك الله فيك. إذا كان في نيتها مجرد الصدقة لازم يكون صدقة. أيوة، وإنما الأعمال بالنية. الله يبارك فيك شيخنا وحسن الله إليك. إلى سطيف دوما بعد سيدة أم أمين من سطيف. سي الميلود. نعم، مرحبا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام سي الميلود. شوف الشيخ. أيوة، أنا عندي واحد الطفل ولد عمي. إيه، طلق المرأة تاعو خطرتين عن طريق المحكمة. أيوة، وطلقها خطرة بالتليفون. أيوة، وخطرة دار لها ميساج. هذه خطرة من بعد ولا كيف؟ هي في أربع خطرات، كل مجموعة أربع خطرات. أيوة، بالهاتف. ودرك راه حاب يقلب، يا هل ترى يقدر يقلب أو ما يقدرش يقلب؟ يعني فهمت الشيخ ده. طيب سي الميلود، حاضر، يجاوبنا الشيخ ان شاء الله. الشيخ الله يبارك فيك وهنيك ان شاء الله. الشيخ عمار يجاوبنا. ايه ايوه، ناس ام البواقي ملاك. ام ملاك، مرحبا مرحبا بام ملاك. ام البواقي، ام ملاك، ام ملاك، أم ملك. طيب إذا رحت أم ملك نجاوب على الميلود مصطفى. شكرا. هلا سأل عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. طيب شيخنا عمار السي الميلود قال لك ولد عمه طلق الزوجة مرتين في المحكمة، ومرة بالهاتف ومرة بالرسالة، يقلب ولا ما يقلبش؟ والله إذا كانت المسألة بالشكل الذي ذكر فإن طلاق القاضي يعتبر بائن بينونة صغرى، والطلاق الثاني بائن بينونة صغرى، والطلاق الثالث سواء كان يعني إذا خرجت العدة فإنه أيضا يصبح بائن بينونة صغرى، وما بنشكل بأن العدة قد خرجت، وبالتالي هذه ثلاثة طلقات يعني متتالية كلها تؤدي هذا الذي نسميه طلاق ثلاث. الطلقة الثالثة يعني في غير محلها والله أعلم. معناها لا يستطيع أن يعيد زوجته. لا يستطيع. الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله شيخنا. هذا هو كما سمعت الإجابة سي الميلود، ورب إن شاء الله يهدينا جميعا على بيوتاتنا، ورب يبقي ستر إن شاء الله. أم البواق يقدروا يراجعوا. تفضل. مجلس العلمي في ولاية سطيف. أيوة، مجلس علمي ما شاء الله يشرحوا لهم وضعيتهم مليح. أيوة، مليح، خصوصا الطلقات هذيك اللي بالهاتف وبالكذا يعني ربما تكون بعض التفاصيل هكذا. أيوة، اللي هذا هو الأصل أنه الطلقة الثالثة خلاص قد بانت منه، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. نعم، هذا هو الأصل. ولكن احنا نقول لهم زيدوا يروحوا المجلس العلمي في الولاية ويسمع منهم أكثر، ويعني قد يسمعون الشيء اللي قالوا سيدنا. أيوة،
وربما هم المكالمة الهاتفية ما تسمحش بذكر بعض التفاصيل الكثيرة اللي في كذا، ولعله يكون شيء آخر يعني. لعل والله أعلم. والله أعلم. هكذا استه هكذا سي الميلود أجابكم شيخ عمار ونصحكم شيخ محمد يدير. الله يجزيه خير. فإن شاء الله الإجابة كانت كما سمعت والنصيحة كانت كما سمعت، فربي إن شاء الله يسقم الأحوال إن شاء الله. المنيعة ومنها سي الهمل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. مرحبا سي الهمل. بارك الله فيك الشيخ على الحصة. هذا واجب. الشيخ عندي سؤال. إيه؟ سؤال حول بنك السلام، حول عمرة التقسيط. معليش ما تذكرليش البنك، ولكن بنك غير عمومي، بنك خاص دار العمرة بالتقسيط. بالتقسيط. ايوه. معناتها تدفع العمرة نتاعك بالتقسيط، وشن هي كاين فيه شيء شن يشدوا عليك مبلغ 5 ملايين كضمان معناتها مدة عام. مدة عام هذه تدفعها هي الأولى. تدفعها هي الأولى، ومن بعد يولي ينحوا لك المبلغ الكلي بالتقسيط. طيب. على محددين ما بين 24 شهر. ايوه. وأنت إلى حبيت أنت معناتها أقل من 24 شهر تدفع المبلغ هذا، ومن بعد في الآخر ترجع لك 5 ملايين ترجع. واضح. إن شاء الله. يجاوبنا شيخنا إن شاء الله الهامل. عندك سؤال ثاني؟ لا لا سؤال واحد شيخ. الله يبارك فيك سي الهامل، شكرا. أيوة شيخنا ما قولكم في هذا؟ الله فيك شيخ. هو هذا يرجع إلى أصلين. أيوة. الأصل الأول هو نعم معلش نسمع. لا تفضل تفضل يعني إذا كان في سؤال. نعم. مع الفريق يعني خلاص نعم نعم هو كذلك مع السيد المخرج ومساعد خلاص خلاص لك الأمر. الله يبارك تفضل سيدي. إذن هو يرجع إلى الأصل الأول، هو هل يجوز الاعتمار بالقرض أم لا يجوز، وكذلك الحج. أيوة. يعني هل يجوز الإنسان أنه يقترض المال باش يحج؟ أيوة. أو يقترض المال باش يروح يعتمر؟ نعم يجوز ذلك ما دام الإنسان قادرا على تسديد هذاك المبلغ فلا بأس. أيوة. ولهذا فهذه العملية تدخل في هذا السياق العام. الأمر الآخر وهو الصيغة اللي يديرها البنك هدايا، هو أنه يعني يدفع له أو يتفق مع الوكالة العقارية على أنه هو اللي يدفع مقابل تلك العمرة، مقابل تلك العمرة، أو يصير كأنه هو الذي يقوم كأنه يصير مقام والوكالة. أيوة. يقول إذا كانت حب تعتمر مباشرة فهاو المبلغ. أيوة. إذا كانت حب بالتقسيط فيصير كما البيع بالتقسيط. أيوة. إذن فهما أصلا الأصل الأول هو هل يجوز الاقتراض، وإن كان هذا ليس يدخل في القرض، ولكن يعني هل يجوز تمويل الحج والعمرة عن من غير مال الحاج والمعتمر ابتداء؟ هذا صحيح. الأمر الثاني وهو أنه هذا العقد اللي هو عقد استثناء أو عقد وكالة أيضا هو صحيح، ومن ثم فلا بأس، لأنه طبعا البنك هذا لا يعني ما راحش إذا كان العمرة تكلفه 20 مليون ما راحش تكلفه تبقى له 20 مليون، راح تزيد أكثر، ولكن هذا عبارة عن تقسيط كأنه هو اللي يمولها له، أو كان هو اللي يقول له إذا حبيت تعتمر مباشرة فهذا هو ثمنها، إذا كان بأكثر من ذلك فلا بأس، يعني المهم أنه هذا صحيح. الله يبارك فيك. ولكن موش قرضة، ماشي معنى ذلك يعطي له مال. أيوة. باش يعتمر ثم يقول بعد ذلك بدل هذا المال رجع لي كلفاتك 24 مليون ولا 20 مليون ترجع لي مثلا 24 مليون بعد 24 شهر بالتقسيط، هذا ما يصحش هذا، لأنه هذا عطى له المال. لا ولكن لا هو يمول يعني عمرته ثم بعد ذلك نعم يصير كأنه هو الوكالة العقارية. أيوة. أي نعم. الله يبارك فيك شيخنا. الله يعلمنا إن شاء الله. أم لك من أم الباقي، مرحبا بك. بك أخي. تفضلي. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يهنيك. والله يقويك من هذه ما شاء الله الحصة هذه. نتعلم جميعا من بعضنا سيدة أم لك. إن شاء الله يا كريم.
الله يبارك. تفضلي يا اخي. انا عندي سؤالين. الاول ان شاء الله. الاول مثلا انا نكون برا سما ولحق عليا العصر وحب نصلي وما نخليش العصر تاعي، نروح مثلا نلتجئ الى المحل، المحل هذا فيه البنات ممكن نصلي فيه نورمال عادي يعني يجوز لي ولا ما يجوز ليش؟ دقيقه برك، محل فيه بنات. طيب سيده هما لك والزوج، يعني الزوج على باله باش هذاك المحل تصلي فيه؟ لا 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 ما مثلا نلقى بنات يعطوني سجاده ما نصلي نورمال العصر تاعي، ما نحبش نصلي العصر تاعي. اي واضح. السؤال الثاني. الحمد لله. السؤال الثاني، انا عندي زوجية شويه ما مزير شويه في الدراهم، مزير بزاف صلاح، ما نولي هنايا انا واش ندير؟ ثم نقدر نشيلو طرف من صبارده يا انت رايي نشري به حاجه لبيتي، ولا كي نشوف وحده تبكي قدامي وما عندهاش حتى كيلو بطاطا ما تسعاش نولي مدهولها، يا انت راه يجوز لي ولا لا؟ يعني انت تحني كي تكون وحده تبكي، يعني تتصدقين وتاخذي طرف من المال للصرف على اولادك. هو والله يا بلا خرجت لقيت وحده تبكي ما قالت لي كعبه بطاطا ما نفعاش في الدار، وانا الحق مديت له شويه ما نكذبش صدقت لي مديت لها، يا انت راه يجوز لي ولا ما يجوز ليش؟ ان شاء الله خير. وهذا الطرف كبير ولا صغير؟ لا انا الطرف كبير ما نديش بزاف، نديش بيا 150 هكا. اي خلاص شيخنا ان شاء الله يجاوب. والله واش راح نقول لكم، ادعيوا لي ليا المريضه شويه وادعيوا لي لولدي، عندي شويه ولدي واعر واعر بزاف خلاص. الله يربي هو مصلي بس حيقلق بزاف، واش راح نقول لك ربي يهديهم لي ان شاء الله. ان شاء الله سيدي ربي يهديني ربي ان شاء الله، ان شاء الله يهديهم لي ربي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ربي يا ربي وربي يحفظكم ان شاء الله ويزيد لكم من النعيم ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك سيده امك. نجاوبوك وسامحينا الوقت راهو ما بقاش مزال. ربي يحفظك. الله يخليك. الله يخليك. شكرا سيده ام ملك. شيخنا عمار. نعم. ايوا نبداو من الاول. تكون خارجا سيده ام ملك العصر، هل تستطيع ان تصلي في محل فيه بنات يسلمنها سجاده وتدخل الى مكان تصلي حتى لا يفوتها العصر؟ إذا كان بإمكانك أن تؤجل الصلاة إلى البيت والحال أن الوقت لم يخرج فصلي في بيتك. إذا خفت من خروج الوقت أو ما إلى ذلك وكان المكان آمنا فلك ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك إن شاء الله رب العالمين. الله يبارك. بعض المال من الزوج المزير صرفا على الأولاد أو يعني حنانا من لدينا وحنانا من لدنا على ناس محتاجين صبغات من لدنها، فهل يجوز لها يعني؟ شيخ عمار. نعم نعم نعم. نسأل الله عز وجل أن يوفقها لحسن التصرف مع الزوج، يعني خذي من ماله بالمعروف والله أعلم. الله يبارك. بالمعروف. يعني بمزير. الله يبارك. وليدها يقلق شوية، ندعو له شيخنا. شيخ عمار مسال معاك. مسال معاك. ايوا خير ان شاء الله. هو نكمل معاك شيخ عمار. ربي يحفظك ان شاء الله. ومقلق ان شاء الله. واش تطلبوا منكم الدعاء شيخ عمار؟ وبناتها بالهدايه. نسال الله عز وجل انه يفرحك بهم كاملين ان شاء الله رب العالمين. الذكور والاناث جميعا ان شاء الله رب العالمين. يا وجميع من يسمع. وما دام مقلق كثر له من الدعاء فسوف يقر الله به عينيك باذن الله عز وجل. الله يبارك فيك شيخنا عمار واحسن الله اليك. بذا استكملنا انشغالات السادة المشاهدين جميعها. أم لك آخر متصلات شيخنا محمد الدين مشنان ليبلوكم وأيكم وأحسن عملا بالأمازيغية تعميما للفائدة. تفضل. الله يبارك فيك يعطيك الصحة أستاذ أحمد. ونحاول أن نقارب شيء كان يقوله سيدنا أستاذنا. نعم. فربي عز وجل يخلق العباد قد النثية وعندي خلي قران كي كان يعني اللعبني الاستهزاني العبث كي، ولكن يخلقهم ربي عز وجل الحكمه ينس سبحان والحكمه ينسي باش العباده تخدم منين العالي قدني ثيا باش هدف منين العالي لاخر الدار. وسبحان الله العظيم قال الايه يزوار ربي الموت قبل الحياه، الذي خلق الموت والحياه وكل العبد ديني الحياة العبد دي الدرو قبل دي مثل صحيح. ولكن ربي عز وجل يزوار الموت وقبل الحياة. أولا لأنه الإنسان قبل دي الدر دي لال إلا ما كان يموت صح. ومن بعدك يخلق يسد ربي ومن بعدك يدمث صحيح. فلو كان ننظر الواقع الموت يدي زوارا
ومن بعدك تساد الحياة ومن بعدك تسلم الموت. ولكن الموت اللي ثم زواروث ولا شيث العبد ثم غلا، ومن بعدك الموت اللي ثم جاروث ماشي ذي النهاية، مازال الحياة بعد الموت. ولهذا الحقيقة موتان وحياتان. صحيح. بنادم يموت بردين الذي يعيش دغن بردين. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، كما يدينا أستاذنا الشيخ عمار محجوبي، وإذ الابتلاء وإذ الاختبار، معنا ربي عز وجل يعلق قدوني ثقين الامتحان هذه الابتلاء، ربما ذي في الصعوبات قل نفسيس قل صور دينيس قل درياس قل صحينيس قل ربما قل صعوبات الدني ثيا، إنك كادح إلى ربك كدحا بمعنى لا الصعوبات هي وشو ليبلوكم إيوا أيكم أحسن عملا، منه يخذ من مليح قد الدني ثي، منه نخذ مرا مليح. فالعبد ما لا يخدم الحاجة العالية أثنى ذياف أكني يخدم، العبد ما يخدم أين يهوه أذياف دغنك أين يخدم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان الله العظيم، ربي إن يغض أيكم أحسنوا يتحوس ربي عز وجل، لكن قانثورة في الجودة باش العبد هذه قدوني ثاذي يوط إلى معايير الجودة كالخدمة، باش هذه للجودة كالظالي ثيس كالعبادة كالمعاملة كالأخلاق الصبر. العبد ما يوفى الحاجة يخدم الحاجة على حسب معايير الجودة قدوني ث أذي فداغن كالآخر الجزاء على حسب معايير الجودة. ما لا يخدم إزدية مع شويه كان اكن تخدم ديا اتياف ديهنا ربي يجعل مع احسن ان شاء الله. امين امين. نعم. شيخنا استاذنا الدكتور محمد ويدير مشان شكرا جزيلا لك. شيخنا استاذنا وبركتنا الشيخ عمار محجوبي شكرا جزيلا لك، سعدنا بكم. ويحفظ سي مسنان ثاني، الله يحفظكم جميعا يا رب العالمين، ويحفظ اخواننا اللي راهم يتابعونا واللي مش يتابعونا كاع. الله يحفظك. السلام عليكم.